السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في الاربعاء السويهلة بمراكش، واللي ما عرفش في جا مراكش جا في المملكة المغربية. هاد الخيرات والرجال ديال المغربية والناس اللي في المدن الكبرى في المملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا عيالات ورجال بنات ولاد، اهلا وسهلا بكم جميعا. هذه قناة زيتون مرجان ترحب بكم جميعا، صغير كبير كي تشوفوا هاد الخيرات في الاربعاء السويهلة بمراكش. الدخان موجود، التشويات موجودة، الحمد لله الحمد لله. كما قال هاد الخيرات كما قلنا نوريوها لحبابنا في مكانو داخل الوطن وخارج الوطن. تبارك الله تبارك الله. أنا أستاذ ما عندي ما نقول، تبارك الله. هاد الخيرات تاع الشيء. اهلا اهلا بصديقنا، كي داير بخير؟ الله يحفظك. كيفاش التقراد هنايا في الاربعاء السويهلة من مراكش؟ تتقردوا بالمقص ديما ياك؟ الله يحفظك. هذا الراجل الطيب هنايا في الاربعاء السويهلة من مراكش كي تشوفوا بشحال تتشوي الكيلو؟ 10 دراهم. الحمد لله مرخصين مع الناس على حساب الطبيعة. تبارك الله، ما تيخسروا حتى شي واحد. هذا الراجل هنا في الاربعاء السويهلة من مراكش 10 دراهم الكيلو. كي تشوفوا هذا الراجل مخير هنايا في الاربعاء السويهلة من مراكش، كي تشوفوا هذا الراجل غادي يكون ثاني خطرة نصوروا هنا في الاربعاء السويهلة من مراكش ولا ثالث خطرة؟ شحال شحال مخدرة؟ الثانية في المرات. راجل طيب وراجل زين، ولا تيجيني انا بعدا درواش، تجيني درواش. وهاد هادي الكلوة وهادي الكوتلي جابو هاد الناس هما يشويو هنايا في الاربعاء السويهلة بمراكش. هاد الخيرات راجل زين وراجل مخير، وهاد الشيء ما طابش بزاف؟ لا لا، هذا الشيء مزيان. كوتليت هذه مزيان، كوتليت مازال باقي تيطيب. اللي بغى الدجاج، اللي بغى اللحم، اللي بغى الكبده، اللي بغى هذاك الشيء تيجيبوه هنايا في الاربعاء السويهله من مراكش. كي تشوف هذا الراجل، راجل نقي وراجل زين كي تشوفو. الله يكبر بيك، الله يبارك. كي تشوفوا الخيرات في الاربعاء السويهله من مراكش تنجيبوا لكم هاد الشويان بالشوايه. علاش ما تديروش قدوان؟ تبنى ما سيدي اللي بغاهم، اللي بغاهم تنصوبوا. ما عندو حتى مشكل. تيقول هذا الصديق تاعنا في الاربعاء السويهلة بمراكش راجل ظرافات وراجل مخير وراجل درواش. الله يحفظك. وصديقنا ماشي تنعرفو قبل ما نديرو القناة. هاد الخيرات تبارك الله تاع الشيء تنوريوها لحباب تونا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. هاد الراجل الشوي راجل تبارك الله، تبارك الله موجود الحاج، تبارك الله. كيف تبارك الله انت عام داك على سمية. لا في الاربعاء السويهلة بمراكش هاد الشوي راجل ظريف وراجل مخير. شوفوا معنا نوريوها لحبابنا الجالية المغربية والناس اللي في المدن الكبرى في المملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن.
كبير صغير الاحباب تاعنا، وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه الزيتون المرجان، نبغيكم تشاركوا معنا كل مشاهد كما كان. الحباب تاعنا خيرات في الأربعة السويلة من مراكش، هذا الشيء تيرقدوا فيه الدجاج، القربان تاع الدجاج أو بيبي أو حاك. كل هذه الملحة، الحرور، الكامون، الخير تبارك الله تبارك الله. هذا الجزار صاب مع هاد الناس، الله يفاد الناس كليان ديالو لا لا يتعرف تبارك الله. كي تشوفوا معنا تشوفوا تعرف يصاوب كرونش او بيفتيك او كل واحد كيفاش يقول هاد القرده او الهبره او كيما تشوفوا معنا في الاربعه سوي هنا من مراكش. تبارك الله هاد الشيء اللي كرد فيه واش غادي يديروا في الشوايه؟ حلو هذا احلى الدري معنا راك تيكاش بغيتي دير معايا والريس سرعك صرت مع واحد صرت الى قبلوا ليا قلت لك كتب ليا واحد البارت ما عنده ونزيد الثانيه صافي تاعي بنعمه ما عليكش ما عليكش. هاد الريس انا تنقولها في البوق وربي من الفوق ما عرفتي بن سالك. كان هاد الراجل الدرافات هنا في لعبه سويله مراكش تنعرفو قديم ماشي تنعرفو تنعرفو شحال من عام هنا يا قبل ما دير القناة. اوكي انا خاصهم نعم سيدي اسمح لي مثلا هذا هذه الدعوة بحثك نعم سيدي كنت تشوفوا معنا احنا في الاربعاء سويهنا في مراكش نعم سيدي هذا الصدر تاع تاع بيبي ولا تاع الدجاج لا دان. تبارك الله هنا في الاربعاء سويهنا من مراكش هاد الخيرات تبارك الله. هذا راه شوي صديق تاعنا اللي كان شي مشاهد من الاحباب تاعنا يجي عدد الراجل واخا تيغلي ب 10 دراهم الكيلو. بسم الله الله يحفظك الراجل الطيب وراجل زين والحباب تاعنا تيعرفنا ما تنعرفوه وراجل درواش درواش 100% درواش. نحييو كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. احنا الحمد لله في الممشينا تلقاو الأحباب تاعنا في أنحاء المغرب أو أنحاء العالم الحمد لله بفضله وبالقوة تاع الله عز وجل. هاد الصديق تاعنا قديم هنايا في لعبة سويلة مراكش هاد الكوتليت هاد الكلوة تاع هاد الناس الله يوكل عليهم بالصحة والراحة ما تسناوش نتمناوش عيناهم نتمناو نكونوا هاد الكاميرا قناة الزيتون المرجان الدعم بالشفاء والدواء وطول العمر لينا وليهم والأحباب تاعنا والبنوات اللي في طريق يسر قرب محطة الكيران في السطات او الطاكسيات توكيسر نحييهم وخوه والفاميلا تاعتو الاولاد تاعو جميعا الاحباب تاعنا في السطات ونحيي السي مصطفى من فرنسا سبيل الله مصطفى ونحيي كل مشاهد قناه زيتون المرجان داخل الوطن او خارج الوطن. هادي شوية في الأربعة السويهلة بمراكش الدعوة مفتوحة للجميع ياك. هاد الراجل تيقول لكم الجميع مرحبا كل شيء المشاهدين قناة زيتون المرجان الأحباب تاعنا فين ما كانوا تتسوق هنا مراكش؟ مراكش نعم. واش من بلاصه سوق خرين؟ لا صافي مراكش فقط. هذا الراجل قال غير مراكش فقط.
انا سيدي اتيران تحت. انا سيدي انا. تبارك الله على صادق الله. الحمد لله فين ما مشينا تلقاو على احباب تونا داخل الوطن او خارج الوطن. تحياتي لكم قويه من قناه الزيتون مرجان فين ما كانوا الاحباب تونا. الخيرات نوريو لاحبابنا فين ما كانوا داخل الوطن او خارج الوطن. يلاه رجال بنات ولاد كبير صغير اهلا وسهلا بكم جميعا في الاربعاء السويله من مراكش. كنت تشوفوا معنا هذا راه يرقد فيه لادان او دجاج تترقد هنايا ياك تيديروا فيه الحامض هذا الشيء تاع العطريه. تبارك الله كيتو ما كل شيء تصاوبوا هذا الشيء تبارك الله. الله يسلك.